نرحب بكم وطاب مساءكم. ويعني يفترض أن أنا أقدم لكم الدكتور محمد حسن عبد الله. أنا في شيء أكرهه تماما وهم المقدمين، خاصة إذا أطالوا في الكلام. أحيانا بعض المقدمين يشغلون الوقت بحيث أنك أنت تصل للمحاضر وأنت قد أصابك الملل. ولذلك لما أعطيت الدفتر الذي يفترض أني أنا أعرف فيه الدكتور محمد وسحبت على الطابعة، طلع 17 صفحة. فلو قرأت عليكم 17 صفحة يبقى أعتقد هذه المحاضرة. الدكتور محمد حسن أعرفكم به وأنتم تعرفونه، فماذا أقول له؟ هو من المؤكد من مواليد القرن العشرين، مؤكد يعني من القرن الماضي يعني، ومن المؤكد أنه هو يعني عندما ولد كان هو يعني ضرب فوق فإذا هو في الأربعينات، يعني بين الثلاثينات والأربعينات حتى الدكتور محمد حسن ترك لنا من الإنتاج ما لا يمكن أن نحدده في هذه الجلسة، أكثر من 55 كتاب، والكتب توزعت ما بين الرواية والأدب والإبداع، تاريخ الأدب والإبداع والنقد، وحظيت الكويت منها بحوالي 15 كتاب ويزيد، وأيضا حظي الخليج منه بأكثر من كتاب. يعني من إنتاجه الذي تجاوز 50 يكاد يكون الشطر كبير جدا في موضوع واحد هو الأدب والثقافة في الخليج. ما يحسب ليس له، ولكن يحسب للذين عرفوا قدره، أن كتابه أو كتبه عن الخليج حظيت بأكثر من جائزة، استحقاق مستقدم العلم مرتين على الأقل، وهي مؤسسة ضنينة بجوائزها. ودكتور محمد يعني اعتاد الجوائز، كان خطافا، خطافا يجوز دكتور للجوائز، فمنذ الشعلة اللي هي أول رواية له فيما أعلم حصلت على الجائزة في جمهورية مصر العربية أو الجمهورية العربية المتحدة في ذلك الوقت. وإذن هو منذ بداية حياته ليست الجوائز هي التي تحدده، ولكن الذي يحدده الجودة فيما يقدم. دكتور محمد نستطيع أن نقول أنه مجتهد وجاد وذكي، شهادة خارجية. أما إذا أردت أن أشهد لكم بشهادة داخلية فإن هذا كما ردد قليلا وكثيرا مما تضيق به العبارة، فلن أقول شيئا عن دكتور محمد سوى أنه ليتفضل ويحدثنا عن الثقافة الكويتية. شكرا يا حبيبي، كتر خيرك. يعني هذا التقديم الشامل على إيجازه يعطي أكثر من فرصة للاستفتاح، فبالله نستفتح. وأشكر الجهة التي وجهت إليها الدعوة بالتأكيد، لأنها أعطتني فرصة أن أشوف أصدقاء أعزاء على قلبي وتعودت رؤيتهم، ولا آنس بغيرهم كما آنس بهم، ولا أطمئن الأرض كما أطمئن الأرض، ولا ينافس الكويت في الحب إلا الوطن الذي فيه درجت. وعندما وجهت إلي الدعوة للحضور منذ غادرت الكويت سنة 87 وزياراتي كلها ليلتين والثالثة في المطار،
لكن المرة دي قالوا لا ده انت هتقعد أسبوع وممكن تشبك في مؤتمر تاني في 10 أيام. قلت إذن فهو الرحيل. أحسست أن العمر استوفى وأنا على استعداد، أنا ما بهمنيش من حد، عزرائيل يشرف ساعة ما يعجب بجد. لا يعني فعلا حسيت بظهر لما حسيت المدة ستطول وإنني هقعد في الكتعة. قلت بس هي دي نظرة الوداع بقى التي تطول. كده. وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. فالقلب في حالة تلفت مستمرة. فإذا عدت إلى أطلالك الخاصة وامتلأت بها العين وامتلأ بها الفؤاد فأنت بالتأكيد بتودع. ولا مانع، لا أريد أن أسبغ جوا زائفا من الدرامية، وأستاذ الدراما قاعد قدامي، لكن أريد أن أقول أنني أيضا لازلت أعيش هذه الحالة الكويتية الخاصة، وإليها يعود كمية الإنتاج. جايز لم تكن هي المفتتح الحقيقي عبد الناصر اللي كان بيشعر المصريين وهم بيعملوا في الخارج انهم لم يغادروا وطنه، وان الوطن العربي قطعة واحدة، وانك رايح تخدم امتك بشرف. فهذا كله كان وراء ان انا ما حسيتش بجزع المغترب ولا الشعور بالغربة، بل بالفرح ان دائرة معرفتك بتتسع. والحمد لله انني قضيت في الكويت ربع قرن كامل ولم افقد من الاصدقاء الا القليل جدا، ولا بد من فقد اصدقاء. فقد الاصدقاء ده زي فقد السنان، هيجي على ساعة ان ما كانتش توقع بنقايا هتوقع من نفسها. يعني تضغط على حاجة تقوم السنة طايرة وخلاص، انت وبختك. وكانت معايشتي للثقافة في الكويت معايشة من يختلط بأحبائه ويعمل بينهم ولا يشعر إطلاقا على انه غريب في وسطهم، وان كان عقله يهديه ان لابد ان يكون لدى الكويتيين ما يريدون ان يكونوا على معرفة به ولا يريدون ان تراه او تعرفه، فلتكن من العقل بحيث لا تعتب عليهم اذا لما مشيوا قعدوا يتكلموا، لما انت مشيت قعدوا يحكوا. هذا طبيعي عند العاقل، شيء طبيعي. لكن للان احلى الساعات كانت في ربطة الادباء، وكانت يوم الخميس لما انا ومقدمي هذا نقعد لوحدنا كده وكاننا عاشقان، ان نتسامر في كل حديث ونتكلم في كل الدنيا، وحاسين ان لنا وجودنا الخاص وحياتنا الخاصه واسرارنا الخاصه ايضا، مع انها اسرار عاديه جدا يعني لا تزيد عن فلان كتب وفلان ما كتبش ومجله كذا الامور، لكنني كنت مشاركا في رساله الثقافه الكويتيه على قدر الاستطاعه. ومنذ استطعت ان احتوي صورة قريبة من الصحة عن الكويت، ولهذا ممكن ان تقول على بعض ارائي انها اراء ضعيفة او عادية او ليست مثيرة او غير ملمة بكل شيء، لكنك لن تقول هذا الكلام غلط، لانني لم اتعجل في الكتابة. 18 سبتمبر 62 وصولي إلى الكويت، لازلت أحفظ هذا التاريخ. ونزلت من الطيارة لقيت هوا دافي كده حلو، قلت إذا كان ده بالليل يبقى وقعتك الصبح. وبجرجر في شنطتي وكانت كرتون قديم ومتقطعة، معرفش كنا شحتينها من مين. فالحمالي في المطار بيقول لي اترك يا ولد،
قلت ولد ايه قله الادب دي؟ والله الواحد يرجع بلده محسن من اول ده هغضب على باب على سلم الطياره. فواحد كويتي واقف من بتوع التشيلات في المطار حس بتغير وجه ان انا ضايقته، قال لي ما تزعلش منه اصل ولد دي مش زي عندكم، ولد يعني يا شاب بيحييك. قلت كده زي بعض وجرجر الشنطه يعني. لكن امتى صدر اول كتاب لي عن الكويت؟ سنه 72 كان بيطبع اثناء حرب اكتوبر اللي هو الحركه الادبيه والفكريه في الكويت. 10 بين اللقاء الاول والكتاب الاول، وهذا يعطيك فكره عن مقدار صبري على استيعاب التجربه. ولذلك لم يحدث خطا في نسبه قول أو نسبة نص أو المعرفة بالكويتيين وغير الكويتيين ممن يمتزجون في النشاط ويختلطون في الأماكن وكذا مثلا. هذه الهفوات التي تقع من كثيرين الحمد لله، كل مؤلفاتي بريئة منها لأنها بريئة من العجلة. أما الآراء فطول عمر آراء المثقفين بتختلف وبنتقبل الاختلاف. حتى هذا الكلام أنا خجلان أقراه لكم أو أقوله، لأن يعني إيه ثقافة الكويت التجليات والرسالة، رسالة الكويت الثقافية، كلكم أعضاء رسالة الكويت الثقافية. وإذا كان النقد الأدبي يقول إن الرسالة أو الرسالة الثقافية لها ثلاث أركان اللي هم أركان نظرية التلقي في النقد أو التوصيل مثلا، مرسل ورسالة ومستقبل، في إمكاننا نتكلم عن رسالة الكويت الثقافية من خلال هذه العناصر الثلاثة. المرسل اللي هم الكويت ككيان عام، والكويت كإدارة من شباب الكويت الذين يديرون هذه المؤسسات الثقافية، ثم الرسالة، ثم الرسالة نفسها ثقافة الكويت، الثقافة التي تصدر عن الكويت، ثم المستقبلين. هل اللي بيرسل عمل حسابه على نوعية المستقبلين وماذا راعى فيهم وكيف قرأ طبائعهم ووجه إليهم الرسالة المناسبة؟ ونحن نعرف ومتأكدين كلنا إن الكويت ليست أغنى الدول العربية ماديا، ولا أكثرها سكانا، ولا أقدمها اهتماما بالثقافة، يعني في مجموعة حاجات كده الكويت فيها ما تاخدش أفعل التفضيل على الإطلاق، لكن رسالتها هي الأكثر انتشارا واستيعابا للتذوق العربي وللعقل العربي ولمطالب المستقبل العربي. وهذا هو ما أشغل نفسي به في هذه الأسطر، يعني كيف تتناسب الرسالة مع المرسل إليه، وليست على خاطر بدقة خاطر المرسل، لأن جنبي بلاد تانية إرسالها مذهبي مثلا، إرسالها مذهبي، يطلع يسار يطلع يمين يطلع تراث يطلع يطلع يطلع، والكويت ليست من مثلا، وفيه رسائل سياسية، يطلع بعث يطلع قومية يطلع عفريت أزرق يطلع ما يطلع، والكويت ليست من. لا يعني ذلك أنها ليست من هؤلاء في شيء، بل إنها جمعت هؤلاء فيما يمكن أن يجمع الناس العرب وتجنبت ما يمكن أن يفرقهم، وده قدر من النجاح العملي ندركه في سلوكيات الإنسان الكويتي العادي البسيط، إنه لا يحب المشاحنة ولا يدخل في عداوات ولا يستسير إلا إذا استفز بقوة، مضطر يدافع عن كرامته بيدافع عن كرامته إلى وإنتوا أدرى بمقدار الشهداء الذين قدموا في بضعة أشهر، عدد كبير جدا بالنسبة لتعداد السكان وبالنسبة للظروف اللي كان فيها العدوان على الكويت. فهو لم يحاول قتل الآخر أو يسعى إلى إهلاك نفسه افتداء لبلده إلا تحت الضرورة القصوى، لكن فيما عدا ذلك هو محب للحياة وبسيط وإنسان وفي كل صفات العقل المفتوح المستوعب للتجارب والاجتهادات منذ كان أصلا طواف بحار ويتحدى البحار ويتحدى الصحراء معا الاثنين. على كل حال انا مش هقعد اغني على فضائلكم انتوا ادرى بها، او يفترض انكم عارفين فضائلكم، يفترض هذا. ولما تقرا كتاب عبد العزيز حسين عن المجتمع الكويتي هتلاقي بيقول احسن من كده كمان.
وده كتبه مبكر افتكر 58 ونشرته نشره المعهد معهد العالي للجامعه العربيه تبع الجامعه العربيه في القاهره محاضرات القاع عبد العزيز حسين. وانا اتمنى بالمناسبه ان احنا نفتش على الكتب الاصوليه في التعريف بالثقافه الكويتيه وبالمجتمع الكويتي ونعيد نشرها. احنا امه كسوله لا تقرا، ونزل علينا النت وشركاء والفضائيات اجهزت على اخر ذيول الرغبه في القراءه، واصبح العالم كله مجموعا بين يديك بدون تكلفه، بس الريموت وتحرك يجي لك كل شيء، او تقعد تقرا تويتر ومش عارف ايه. في مثل هذا الجو هيتحول تراثنا الى دفائن تحتاج بعد 300 400 سنه الى اعاده اكتشاف واعاده نشر، ويبقى عندنا فجوه زمنيه مجهوله فظيعه جدا تؤذي مشاعر من يحرص على ان يكون له تاريخ. اتمنى فعلا، وسعاده المستشاره للمكتبات في معانا، ان يكون لدينا عمليه تتبع ايه اقدم الكتب، مش ليس بالسياق الزمني. ففي كتاب ممكن ينشر النهارده وهو قديم ليس فيه شيء يستحق اعاده نشر، لكن يبقى فيه قراءه اخرى، عين فاحصه تبحث عن الاشياء المتميزه وتعيد نشرها بشكل دوري وتوزع على المكتبات العامه، تقدم كجوائز للطلبه المتميزين، تجند لأن تطرح حولها برامج إذاعية مثلا، برامج تلفزيونية خفيفة من اللي خاصة بالتربية والتعليم وما أشبه. يعني في وسائل كثيرة، يعني وأنا في مش عارف فين من 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 30 سنة كنت أعرف إن الكتب تقدم هدية من السوبر ماركت على المبيعات. مين اللي بمول الحاجة دي؟ أنا ما أعرفش، ابحثوه. لكن كان السوبر ماركت يقدم بعض الكتب منتخبة من جانبه وتقدم هدية للي اشترى بمبلغ كذا، اشترى ب 30 دينار ياخد ربطة كتب تعادل 4 دنانير أو 5 دنانير، كانوا مخصم على البضاعة، لكن كتب مش جبنة ولا قمر الدين ولا سودان، يبقى أعفناه على الأقل من الكوليسترول كده وادينا له حاجة. فإذا عملية تجديد العقل العربي من خلال التحايل على نشر الكتاب، تحايل، كلمة تحايل مش غريبة، نتحايل على نشر الكتاب باستبقاء الكتب القيمة القديمة وتوصيلها للزباين إلى ديليفري لغاية البيت من الجمعية من غيره توصل. ببتدي هنا بإشارة إلى أن رسالة الكويت الثقافية ممتدة بامتداد اللغة العربية، فأينما وجد قارئ للعربية يجد بين يديه المطبوعات الكويتية. ولأنني لا أشغل نفسي كثيرا بالسياسة، وقفت عند نقطة واحدة وحريص على أنها تعتبر البداية، ولا أظن إن فيه أحد يتكلم على الثقافة اعتبرها البداية. أيًا كان، هي أهمية المرحلة التي حكم فيها الكويت الشيخ مبارك الكبير. مبارك رحل عن دنيانا سنة 1915، يعني السنة الجاية قرن على رحيله، وجهزوا له من دلوقتي يا بتوع المكتبات، وجهزوا له من دلوقتي مكتبة مركزية، عندكم احتفالات مرور قرن على مبارك، وهذا وهذه الشخصية هتكلم على الصورة التي أتمنى أن تقدم بها إلى شباب هذه الأيام. لأن أنا قرأت كتاب تاريخ الكويت، تأليف مين يا عم الأسامي، عجزت أنا شوي، الشيخ عبد العزيز الشيخ، أنا كنت عارف يعقوب وصاحبي وشعره اللامع ده وحشني والله، وفي سماحة وإنسانية كده، لكن ما شفتش أبوه طبيعي يعني. طبعا
كده. الشيخ عبد العزيز هو بيتكلم على مدرسه المباركيه قال وحملت اسم مبارك وسموها مدرسه مباركيه، مع ان الشيخ مبارك ما دفعش فيها ولا مليم. يا سيدي ما دفعش، بس اداك المناخ اللي تعمل فيه مدرسه، اداك شعور الدوله. دي اللي تعنيني، ان مبارك بلور شخصيه دوله، مبكر جدا التجمع القبلي بيتحول وينصهر الى مجتمع، اللي بعد شويه هنقول المجتمع الكويتي. فانا بعتقد وارجو ان ما يكونش اعتقادي خارج النطاق، ان مبارك كان معني بشخصيه الدوله. واظن مجموعه الاتفاقات اللي عملها توافق، انت على ما توافقش وتقول ادى معاهده مع الانجليز وادالهم الحق مش عارف، قول على كيفك، انت بتحكم بمنظور اخر، انت بتحكم برؤيه من بعيد جدا، فلا تظلم الرجل. الرجل ثبت اركان دوله ذات حدود وذات شخصيه، وبدا يتكلم على قضاء، على بريد، على اتصال بالخارج، على معاهدات، على إقامة للأجنبي بإرادته وبمشورته. ما عملش مدرسة. طيب وانتوا عملتوا؟ يبقى أسسنا نشاط موازي لما نطلق عليه الآن الجمعيات الأهلية، واحنا في عرض الجمعيات الأهلية. ده هي يعني الفاعل الأساسي الآن في النهوض بأي مجتمع، يعني النشاط الأهلي. وعندك الكويت عملت اللي ما حدش عمله، عملت ما يسمى جمعيات النفع العام، وادتها مقرات ومعونات وشجعتها ولا تعترض على أعمالها، حتى أعمالها أحيانا اللي يعني بتحف في السياسة مرة وفي الثقافة مرة وفي الاقتصاد مرة، ومع ذلك صابرين على جمعيات النفع العام. لا سمعنا أن جمعيات قفلت ولا جمعيات لغت ولا جمعية طعن فيها ولا ما حد، كله متساب تمام. مين اللي بيعمل ده؟ الدولة. فإذا لا نتشدد أو في الأحكام على معاهدات مبارك ونحكم عليها بعقلنا الآن، لأن كان زمان مبارك هو زمان مبارك وليس زمن. وعلينا أن نستثمر أو نراقب ما استثمرت به العهود التالية، فالذين استثمرهم آباءنا وأجدادنا الذين نحترمهم ونجدهم. حتى سنة المجلس سنة 36 هي كانت ضد مبارك؟ ما كانتش ضد مبارك، لا، كان إعلاء للشأن الموازي اللي بدأ ينظم نفسه، خلاص أهلا وسهلا. إنما ما قالش كلام ضد بحيث تبقى يعني أنت في سكة وأنا في سكة، ده ما حصلش في تاريخ الكويت طول عمر. فعلا السلطة، يعني أنا مش عامل أعمل دعاء للسلطة، أنا السلطة مش هي اللي دعيان، المكتبة اللي دعيان، لكن عاوز أقول يعني ثقافيا الروح انصهرت في بوتقة واحدة اسمها الكويت. والكويتين عندهم اعتزاز بالكويت شديد لدرجة ان علمهم نفسه كان مكتوب عليه كلمة الكويت، وكثير من الناس لقبهم الكويتي. ده كله ايه؟ معناه ايه؟ الاعتزاز بالهوية مبكرا جدا. انا بقول ان مبارك كان وراء هذا. في الكويت فضائل اخرى تنفرد بها في الثقافة، منها مثلا أن الصحافة تسبق المطبعة، وطول عمر الصحافة مترتبة على المطبعة ما بتجيش بعدها. لكن الشيخ عبد العزيز رشيد، كويس أن أنا افتكرت الاسم، طلع مجلة الكويت قبل أن تكون في الكويت مطبعة. ومن أطرف ما قرأت في كتاب الدكتور خليفة الوجيان عن الثقافة الكويتية، انه بيقول ان عبد العزيز الشريط كان بيخبي مكان طباعه المجله. انا مش متهيل انني عارف كان بيطبعها فيه، لكن المجله مش قدامي الان. انا شفتها طبعا، والا اشتغلت عليها ازاي في الدراسه الفهرس اللي عملته للصحافه الكويتيه في ربع قرن. قرات الحاجات دي عنوانا عنوانا وبالكلمه وبالمحتوى كمان. فإذا لكن هنصدق كلام الدكتور خليفة، لأنه مش هيكتب ده إلا إذا كان موثق المعلومة. قال مبارك كان بيخبي، رشيد كان بيخبي مكان طباعة المجلة حتى لا يتتبعه أحد. وبعدين بعد ما أغلقت راح إندونيسيا وبدأ يعيد إصدارها مرة أخرى بالاشتراك من إندونيسيا، وأصبح الموقع
معروف خلاص بقينا في اندونيسيا يعني بعيد عن ضربة هبشة الأسد لو هبش الفريسة يعني كده. لكن في نقطة مصالحة جميلة جدا لم تتم صحيح، لكن ما هي كل الأمور تبدأ كذلك. ما هو اللي بيبقوا يتفاوضوا في السر يسربوا كده أخبار صغيرة عشان ساعة ما يعلنوا عن الاتفاق ما يبقاش فيه صدمة كاملة، يقولك ما احنا كنا عارفين ان فيه كلام في الموضوع ده. اتفق الشيخ عبد العزيز مع الشيخ مبارك الكبير على ان تصدر من الكويت مجلة اسمها الصباح. طبعا الاسم لوحده يدل على نقطة الوفاق، انها بقى مش هتبقى مجلة على طريقة مجلة الكويت اسلامية وكلها فتاوى وشرح آيات قرآنية وكذا، لا ده بقت الصحافة بتنزل للناس. الآن بنتكلم على مجلة أسبوعية للكويت واسمها الصباح. فالصباح نقطة اللقاء بين ما تمناه عبد العزيز الرشيد من إصدار مجلة تساندها السلطة وتصدر عن الكويت، وما يتمناه الشيخ صباح إن هذه المجلة الشيخ مبارك إن هذه المجلة ما تكونش لوحدها كده شطحة كالولد الآبق، وإنما طلع من وسطنا وطلع بتراضينا وطلع بتخدم أهداف الأمة أهداف الشعب الكويتي. دي كلها أشياء عزيزة جدا. أيضا من افتتاحيات أو افتتاحات الصحافة في الكويت مجلة البعثة، وأنا شديد الحفاوة بمجلة البعثة، وأيضا قرأتها ورقة ورقة وقعدت تصدر من ديسمبر 46 من شهر ديسمبر 46 إلى أبريل أو مارس مش فاكر مارس ولا أبريل 56. إذن قعدت 10 سنين، ودي مسافة مش صغيرة، وبشكل دائم دون انقطاع تقريبا إلا مرة أو اثنين انقطعت في فصل الصيف لأنهم كل اللي بحررها طلبة، لكن بسميها المدرسة التجريبية للصحافة الكويتية. كل الأسامي اللي لمعت بعد كده بدأت في البعثة. لكن فيه كمان أشياء خفيفة في البعثة أكثر من ذلك، إنها فتحت صدرها لطلاب وباحثين من خارج الكويت، من الخليج ومن مصر ومن دول عربية من اللي لها طلاب في القاهرة والتفوا حول الكويتيين في جامعات مصر. دي نقطة مهمة جدا، وكانت مجلة أدبية فكرية، واستنبتت فيها المواهب الأولى في فن القصة وفن الرواية وفن صياغة الخبر وركن المرأة والكلام على الرياضة. يعني فيها تصنيف الصحافة الحديثة، وكان يمكن أن تستمر أكثر، ولكن مصر كانت السبب في إغلاق البعثة. إزاي؟ مش مقصودة طبعا. إن في تلك السنة 56 دخلت مصر في تأميم قناة السويس، وأصبح فيه مشاكل بالنسبة للأجانب في مصر وكثرة المظاهرات والمشاكل، وطبيعي إن الكويت خاف على تلبزتها، فبدأت تقلق من جانبين، من جانب أنهم ممكن يشتركوا في الحوادث أو تدهمهم الحوادث فيعتدى عليهم، وممكن أيضا ياخدوا فيروس المظاهرات فإحنا مش ناقصين وجع قلب، هاتولنا عيالنا نودهم بريطانيا إحنا نقدر نصرف عليهم في بريطانيا وخفف العملية عن مصر شوي. فبدأوا يروحوا بيروت ويروحوا دمشق ويرجعوا لبغداد، كان في نسبة بغداد لكن بدأت تكبر بهذه العوامل المستحدثة. واللي ما حضروش افتتاح جامعة الكويت هشطحنا وهتبقى ليلة مش عارف هتبقى ازاي. على كل حال خليها ليلة وخلاص، ليلة ورد إن شاء الله. الكويت كانت متعلقة جدا بافتتاح جامعة، لدرجة نو والشيوخ ثانوية يقولوا مسمينها الجامعة ومسمين الشارع شارع الجامعة، وهي لسه مدرسة ثانوية. وبعدين في يناير 61 لا في يناير 66 أعلنت وزارة التربية الانصراف عن موضوع الجامعة، تأجيله كويس. وكان الدكتور منتصر أقام في الكويت سنتين كاملتين يأسس فيهم لكلية علوم ومكتبة، ودي أحسن حاجة عملها الحقيقة، إنه أسس مكتبة محترمة. يعني مكتبة جامعة الكويت بدأت محترمة جدا من ذات الوزن الثقيل، يعني عالم كبير
هو اللي بيجيب لها الكتب من كل أنحاء العالم. فأسس مكتبة وأسس معامل لكلية علوم هيبدأوا بكلية العلوم، كان اسمها الأدب والعلوم والتربية، نفس كلية واحدة الأدب والعلوم والتربية أول ما اتفتحت. فصرف النظر ويا دكتور منتصر كتر خيرك ارجع بلدك، ورجع على مصر وعلينا العوض في مرتباته سنتين ثلاثة عمال يعمل مكتبة ورايح جاي بمخصصات وبعربيات وبهيصة وانتهى الموضوع. في يناير بعد إعلان إغلاق المشروع ببضعة أيام كان هنا اللي كان مدير جامعة الكويت، كان اسمه أول مدير عبد الفتاح إسماعيل. أيوة كده يا أخي، شوف فايدتك والله العظيم كنت عاملي من غيرك والله. هي حاجة واحدة اللي ما استعنتش بك فيها، الجواز، ولذلك حظي في الجواز زي ما أنت عارف. عبد الفتاح إسماعيل كان هنا في زيارة مع وفد من طلاب كلية العلوم جامعة القاهرة، كان هو عميد علوم القاهرة ووكيل وزارة التعليم العالي، كان جاي يزور جامعة الكويت، جاي يزور الكويت، آسف ما فيش جامعة طبعا، جاي يزور الكويت. اللي خلاني على صلب الموضوع ده وعرفته طبعا، كنت مدرس في حوالي ثم في الشويخ يعني، فما ليش علاقة بالموضوع، إنما كان الدكتور نظمي جوز بنت عمي معيد لسه وكان في الوفد ده، وحتى رديت على عبد الفتاح إسماعيل في حاجة كده بيرد فيها بيتكلم فيها، فأنا رديت عليه بجرأة كده غير معهودة في بني قومنا. فنظم قال لي أنت عم تودي نفسك في ده، أنت عارف بتكلم مين؟ قلت له بكلم مين يعني كده، يعني حس إن أنا أحيانا متهور يعني، ماشي ما فيش مشكلة. المهم إن هذا الرجل عبد الفتاح إسماعيل التقى بالأمير، فصدر القرار بالمصارعة بافتتاح الجامعة على طول، ولذلك اتفتحت اكتوبر 7 اكتوبر 62 66 يعني ايام الامتحان، كان العدوان كان حرب النكسة 67 ايام امتحان سنة اولى، ما كانش عندنا الا سنة اولى بالضبط، دي اللي بتظبط التواريخ. ماذا جرى، ماذا قال عبد الفتاح اسماعيل للشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه، كان رجل محترم. الأمير قال إحنا عندنا طلبة وحنبعتهم بعثات وكذا، طيب خلاص يعني البلد قادرة تصرف، قادرة تصرف عليهم، طب ما إحنا ممكن نعمل لهم جمع هنا ونصرف عليهم. قال له يعني البلد فيها أجانب كتير جدا وحنصرف عليهم حيكلفون. قال له ما فيش جامعة بتمنع ناس عاوزين يدخلوها من الدخول لمجرد اختلاف الجنسية، هتفتح جامعة يعني هيدخلها المصري والعراقي والسوري والفلسطيني قبل الكويتي أو زي الكويتي، المجموع اللي هيحكم والشهادة اللي هتحكم، ما نقدرش، وإلا تبقى جامعة منتقصة عالميا وما يصحش. طب وبعدين؟ لا نصرف عليهم، عيالنا بقى احنا عارفين كل اللي في الثانوية العامة مثلا 150 ولا 200 نصرف عليهم في بريطانيا. قال له هتصرف عليهم في بريطانيا ده عظيم لأنك قادر تدفع، لكن هناك أشياء بقى لازم تدخل في الحساب. أولها إن الأولاد دول اللي هيسافروا سن 18 سنة ويقضوا أحلى سنوات العمر في الغربة ترى صورتهم هم رايحين ولا تعرف كيف سيعودون، لأنها سنوات التكوين الفكري، سنوات التكوين الفكري. فإذا الولد اللي طالع من عندك مسالم وطيب وحب بلد وكذا، انت مش عارف هيجي لك ازاي، يجي لك بقى قنبلة، يجي لك شيوعي، يجي لك يميني، يجي لك نيلة، هيجي وخلاص ما تقدرش ترفضه، ده أولادك انت اللي بعتهم وانت اللي سقبلتهم، دي واحدة. ثانيا، مين اللي قالك ان جامعات الغرب ستتسع لأولادك مهما تصاعد الرقم وستوفر لك المتخصصين على حسب رغبتك؟ احنا عاوزين 70 طب، عاوزين 80 هندسة، عاوزين 50 صيدلة، مش كل جامعة هتقول لك اهلا وسهلا بدل هتدفع فلوس اعطينا اللي انت عاوزه، هيقول لك لا ما عنديش اماكن، ما اقدرش ادي دولة في حجم الكويت هذه الاعداد، فهيقف ضد طموحك ويعمل لك مشاكل. ولادك يفضلوا تحت جناحك وتفتح لهم التخصصات اللي انت عاوزها وتوجههم على قدر احتياجاتك وتبقى الامور كده صح. فصدر القرار بافتتاح الجامعة، وكان عبد الفتاح إسماعيل رئيس أو مدير الجامعة على لقب أيامه
مدير الجامعة لمدة 4 سنين، خرج أول دفعة وتوكل على الله فعلا. فإذا قضية التثقيف والتعليم في الكويت أصيلة وبتمشي حسب مواصفات دقيقة وتطلعات طموحة، وكانت مجلة البعثة ده اللي جابنا لمجلة البعثة، إنها فتحت أفق في الحقيقة. وجامعة الكويت قامت بنفس الدور الحقيقة، لأني درس فيها اللي من البحرين واللي من مصر واللي من فلسطين واللي من العراق، كل الجنسيات، الأمة العربية وغير العربية. هذا ليس عبث ولا فلوس في الأرض، يعني ما فيش فلوس بتروح في الأرض أولا ما دام موجهة توجيه صح صح. فدي خلقت مناخ علمي وإنساني تفخر به الكويت وتتشرف بأنها صنعته وغرمت فيه ملايين وربما أكثر من الملايين بكثير، ولكن دون شعور بالمن والأذى. أنا أذكر أن مؤسسة البابطين وهي مؤسسة ملك شخص أحيت الشعر الموريتاني، يعني لما تشوف شعراء موريتانيا في معجم شعراء البابطين لشعراء القرنين، الأستاذ عبد العزيز يقول لك الإحصاء بدقة. كم شاعر موريتانيا في المعجم؟ 58 شاعر في القرنين. لا في المعاصرين. لا أنا بتكلم على القرنين. في المعاصرين. وفي القرنين أعداد هائلة، أعداد هائلة. لأن بتقول أنا ما شاركتش في تحرير المعاصرين إلا في الطبعة الثالثة الأخيرة دي، لكن شاركت في شعراء القرنين كثير كثير. تقريبا من منتصف المدة 4-5 سنين قاعد أشتغل وكتبت بإيدي دي تراجم مئات الشعراء. فإذا عارف إيه اللي بيحصل وإيه اللي حصل، يعني كده كان موريتانيا دي كأنه وراء كل حجر شاعر، في كل بيت شاعر. من الذي أحيا هذا؟ مؤسسة كويتية مثلا. أحمد السقاف لما كان في إيده مؤسسة الخليج، هيئة الجنوب والخليج والجنوب العربي، راح بنى مسجد في جوبة ومساكن للعمال والموظفين في جوبة اللي أصبحت عاصمة السودان الجنوبي الآن. وكان لما يفيض عنده فلوس ما رجعهاش لخزينة الدولة، يعمل بقى حاجة تانية في بلد ما كانتش في الخطة. ما هي دي برضو من الإدارة المتميزة. الموظف أو المدير ضيق الأفق يفهم أنه لما يوفر فلوس الدولة يبقى أحسن، ما بترجع خلاص يعني كده. لكن اللي عارف شغله صح يستثمرها في أنه يفتق إضافات، يفتق موضوعات، يفتق مؤسسات، يفكر في مشروعات. لكن ما دام الفلوس رصدت وطلعت من خزينة الدولة فلتنفق في أهدافها المشروعة، وهي أهداف كلها ثقافية. يعني الثقافي يحدثني عن طلاب من جميع قارات العالم بيدرسوا على حساب الكويت في جامعة الكويت، والكويت هي اللي بتصرف عليهم. الكويت هي اللي عملت تلفزيون دبي قبل ما دبي يبقى عندها فلوس وتتكلم على ثروتها. الكويت هي اللي أنشأت جامعة صنعاء كاملة وبهيئة تدريسها، وكانت جامعة الكويت هي اللي بتختار مدرسي وأساتذة جامعة صنعاء، لأن الكويت هي اللي بتدفع مرتباته. الكويت هي اللي بتدفع. إذا كنتوش عارفين ده المفروض تعرفوه، ده حق بلدكم عليكم، لأن ده برضو يديك مزيد من الاعتبار وزيد من الاعتزاز بالرسالة الثقافية، ويوريك مناحي من خدمة الثقافة لا يفطن إليها الإنسان العادي. لكن أنت كمان في علاقتك بالثقافة ما أنتش عادي، دي مسؤوليتك وانت جزء من هذا التكوين. إذن دي بعض الملامح. يعني أرجو أن أنا ما كنتش طولت أو بقول كلام يعني كأنه من المعروف بالضرورة، وهو من المعروف بالضرورة في الحقيقة. لكن حضيف بس إيه؟ حقوق أخرى قد تبدو بسيطة لكن أنا بثمنها جدا. مثلا لما اشتدت أزمة الجامعة العربية مع مصر بسبب كامب ديفيد، والكل زعل وسابوا القاهرة وكل واحد خد له إدارة ومشى، والأمانة العامة راحت تونس وجابوا الجليبي كده وشبع ترياق على السد، يا جليبي ومش يا جليبي، يعني احنا ما بنقولش الجليبي، انتوا اللي قلتوا، انتوا اللي كنتوا بتتاكدوا.
كده. الكويت اختارت مشروع واحد تبنته وصرفت عليه، مش استفدنا، خدت الخطة الشاملة للثقافة العربية. الخطة الشاملة ده وده تحريض آخر لمستشارة المكتبات وهي تشرفنا في هذه الأمسية. الخطة طلعت في 5 مجلدات غاية في الأناقة، حرام حرام حرام، لأن الكتب الأنيقة ما بتتقراش، متجلد ومدهب والورقة تخينة أدخن من مخ الغبي كده ويتحط على المكتب وبقى شكله حلو. احنا عاوزين طبعة شعبية وتوعية، ولو قراءة فقرة من الخطة العربية الشاملة في الإذاعة الساعة 8 ل 5 أو 7 ل 5 قبل النشرة من الخطة العربية الشاملة، من الخطة الشاملة للثقافة العربية، ويقوم قاري باراجراف صغير كده عن فن من الفنون. أو هنا تدوير الثقافة، تدوير الثقافة، ما يبقاش كتاب تعب فيه عبد العزيز حسين واستقبل عشرات ويمكن مئات المثقفين من كل الوطن العربي وبحثوا كل موضوع يخطر على بالك، من الطفل إلى الثقافة إلى النشر إلى الرقابة إلى السياسة إلى التراث إلى المستقبل إلى علوم اللغة إلى كل اللي يخطر على بالك. وصدرت مجموعة الدراسات دي في 5 مجلدات وأحدهم مختصر للخطة. أتمنى، شوف يا دكتورة، لو ما فيش ميزانية اطبعوا المختصر بس، والله صحيح، لكن طبع شعبي، ورق عادي، بلاش ورق جرايد، لكن العادي العادي تماما، وبسعر برضو على طريقة الكويت، السعر المدعوم اللي ما يتعبش حد، ووزعوها هدايا لكل من يرغب. ربما تحرك، ربما تعيد نسبة من الحياة للجسد العربي الهامد المستهدف لمحاولات قتل علني أمامنا كلنا. وحتة خطة الثقافة العربية الشاملة أو الخطة الشاملة للثقافة العربية، كلمة الشمول دي لوحدها تستاهل إن احنا نكتبها بمية الدهب ونضعها في ميدان الصفات عشان كل اللي داخل الكويت يشوفها، إن احنا تفكيرنا شامل للأمة العربية وكلامنا شامل للفكر والثقافة العربية. ده حتة مهمة جدا وتستحق فعلا إنها يشاد بها. أنظر مرة أخرى لإنتاج البرامج المشترك، وكان الأستاذ منير كتر خيره بيقابلني في المطار امبارح وجايب ابنه صغير هادي، وهو هادي ونادي فعلا ربنا يبارك له فيه، فبقول له طبعا بتفرج على افتح يا سمسم، قال ما فيش افتح يا سمسم، راحت فين افتح يا سمسم، وانت كنت مستشارة من مستشاري افتح يا سمسم، سبتها ليه؟ وتسيبهم ليه؟ سيب وسيب، ما ينفعش ما ينفعش. دي مؤسسة خطيرة جدا، وفعلا افتح يا سمسم ما حدش عارف يقلده، وطريقة تعليم اللغة فيها للأطفال، ولادي لغاية الآن بيعشقوا اللغة العربية الفصيحة بسبب افتح يا سمسم، اسحب ويجيب لك واحد بيجر بحبل بتاع كده، فبدأ الواد يقول لك اسحب، يعني ما يستعملش كلمة عامية قصادها مثلا، سيب وانا سيب ولا شد وانا شد، لا بقول لك اسحب، وهكذا، يعني بأسلوب مبسط جدا محشود لمواهب تربوية ونفسية واجتماعية ولغوية وفنية. كان الإخراج راقي جدا في استخدام الألوان والتقنيات والأجهزة. كيف نتركها تروح؟ يعني مش ممكن نتنازل عن منجزاتنا الرائعة حقيقة، وبخاصة أنها تعد منجزات كويتية حتى لو كان فيها التفكير خليجي في حالة افتح يا سمسم والإنتاج البرامج المشترك، وعربي عام في حالة الثقافة وتبني عبد العزيز حسين طيب الله ثراه لموضوع الخطة الشاملة للثقافة العربية. كل ده بداية ونهاية شغل كويتي وطالع من الكويت ويحمل بصمة الكويت واتجاهات الكويت الفكرية، وهي فعلا تجميع الأمة وليس تفريق الأمة. ولذلك ما طلعش كتاب من الكويت اتعرض لرفض الرقابة أو رجع من على حدود بلد، مش لأنها كتب بتلعب في الوسط يعني ملهاش شخصية فالكلام الهايف يعدي، لا بالعكس، ده بعض الكتب تسير، ده انت ما تقرأ كتاب البدائية لوحده في سلسلة عالم المعرفة مثلا، أو الزواج عند مش عارف إيه الأمم القديم،
كلام علم من أعلى مستوى، لكن لأن بيكتبون متخصصون وموثقون وموضع ثقة وبوثقوا المعلومات، محدش بيقدر يعترض. وبتتجنب بقى الاستفزاز، لا بتكتب بقى عن ابن تيمية ولا عن أبو جلامبو ولا عن البعث، ولا ملاش دعوة بالدوشة دي كلها، إنما تلاقي فيها اهتمام بالتراث العربي، اهتمام بالمستقبل العربي، اهتمام بالعلوم ماضيا وحاضرا ومستقبلا، بالكون والفضاء، بالرياضيات، بالجغرافيا، بالتاريخ، بالعلوم، بالأندلس، بالتفكير، حطوا بالتفكير ومناهجه. ده آخر كتاب المعرفة، ما المعرفة؟ آخر كتاب وصلني في القاهرة في سبتمبر، قلت لا إله إلا الله، ما المعرفة؟ النقطة اللي هي عنوان السلسلة أصل عالم المعرفة. وبعدين في الوش الثاني عوض دوخي، ما تعرفش عوض دوخي عمل فيها إيه. بقيت سعيد جدا بصورته على الكتاب، وإنه محطوط مع المعرفة وفيها تعريف بفنه، ويعني ممكن طبعا لو كان معاه سي دي كمان بالأغاني بتاعته، يعني ما عرفش يعني. ولازم ده برضو يبقى تقليد، إن بين حين وآخر نزق حتة كده صغيرة ظريفة. الدعاية مش عيب كده. شوقي يقول إيه؟ وأنا المحتفي بتاريخ مصر، أحمد شوقي، وأنا المحتفي بتاريخ مصر، من يصن مجد قومه صانع عرضة. فالأوطان لها عرض كالبشر تماما. فإحنا في الكويت من يصن مجد الكويت صانع عرضها، لأنه يذكر بإنجازاتها، يذكر بصانعها، يذكر برسالتها المستمرة، وأنها حين تتجاوز المختلف عليه وتعنى بتنمية المتفق عليه لا تهرب من الرسالة، بل تصنعها على أنقى طريقة. طبعا لابد في الختام، وأرجو أن أكون أطلت الكلام، لابد أن نذكر الرجال الذين تحملوا هذا العبء. طبعا كان جنبهم مستشارين طبعا، لكن من إمتى المستشارين لوحدهم يقدروا يعملوا حاجة؟ دي اللي لازم نتذكرها. يعني زي قلنا، ما هو فلان كان جنب العدوان، طب ما انا عارف، ما هو كان في بلده، ما عملش ده ليه؟ من غير زعل يعني، من غير مزعل كده، من غير زعل يعني كده. طيب شاكر مصطفى كان في سوريا، واخونا اللي بتاع سلسله عمار، فؤاد زكريا كان في مصر مثلا. افرض فؤاد زكريا صنع عمل بعض المجلات المتميزه في القاهره، ولكن النكسة سكتت كل حاجة، كويس؟ لكن لما جه الكويت، مين اللي اداله الفرصة انه يصنع؟ مين اللي اداله الفرصة انه يأخذ بآرائه؟ المدير الكويتي، يعني صاحب الكلمة فعلا التي تحول الأمنية إلى فعل. ومن هنا أنا أحيي ذكرى أحمد العدوان عبد العزيز حسين، وأحيي من الأصدقاء الأحياء وربنا يطول عمرهم هذا الرجل وذاك الرجل حقيقي كده، وصقر الرشود، كل مبدعي الكويت الذين حملوا أعباء الثقافة، وحملوا أعباء توصيل الثقافة للعواصم العربية والمدن العربية من خلال ما أطلق عليه الأسابيع الثقافية. كانت الأسابيع الثقافية إحياء لذكرى قديمة هي أسواق الأدب عند العرب، كنا بناخدها واحنا صغار في ثانوي، عكاظ ومجنة ظن وزي المجاز ثلاثة ورا بعض كده عكاظ ومجنة وزي المجاز. فاحنا بقى عندنا نروح حجة او حجة مش عارف في اليمن، واخونا من له قصيدة عن حجة بتاع الكويت، ده بقى الكويت في قرنين، خالد سعود الزيد له قصيدة عن حجة، نعم، ولو عن كل العواصم العربية، والثقف له عن كل العواصم العربية، ما خلاش عاصمة ولا خلى حتى بعض عواصم الغرب، حتى عبد الله سنان كاتب عن بعض المدن العربية، وكاتب عن عبد الناصر 20 قصيدة، وبنته اللي نعيها في القبس امبارح، قريت نعيها في القبس في الطيارة، قايل فيها قصيدة
ارجع لديوان عبد الله سنان هتلاقي بيهني بيحيي وبيأرخ لبنته التي توفيت أمس عن 51 عاما رحمها الله ورحم والدها الطيب. إذن التقليب في الجرنان أيضا ثقافة، وقراءته قراءة مكتبية ثقافة، والثقافة هي الثقافة وعليه العوض في الثقافة. السلام عليكم ورحمة الله. كالعادة طب الدكتور محمد يتجلى ويتجلى بحيث أنه يعني ويقول دائما عن الأشياء غير العادية بطريقة عادية جدا حتى يشعرنا أنها سهلة وبسيطة، ولكن الحقيقة أنه قدم اليوم إضاءات ولقطات وإشارات لمداخل كثيرة تحيي الذاكرة فعلا وتدعونا لمراجعة، مراجعة للبرنامج الثقافي الكويتي، لا نقول فقط إحيائه ولكن لوضعه مرة أخرى في خطوة جديدة. أعتقد أن ما ذكره الدكتور يقدم لنا خطة شاملة أيضا، خطة شاملة. ده جهد عبد العزيز حسين بارك الله في ذكراه. وفعلا انا اذكر الدكتور محمد شارك كثيرا في الخطه الشامله التي احتوت حوالي 38 لجنه تقريبا، يعني انا اعرف انها 38 لجنه، كل لجنه لا يقل عن الحاضرين الذين كانوا يحضرون لا يقل عن 20-15 شخص يعني في كل مره، في كل مره بمعنى ان يعني لا يقل عن 400 عقليه عربيه، واللجنة الرئيسية 40 لكن الذي حضر من العقول العربية، العقول العربية كلها يعني من مستويات راقية من خارج الكويت لا يقل عن 400 شخصية ساهمت في هذه الخطة والكويت رعتها. شاكر طبعا مصطفى هو كان المدير الرئيس، وفي معاه الأستاذ صدقي ذكره لي، يعني مجموعة كبيرة جدا يعني ليست لها حد ولا. على كل حال يعني التعليق على دكتور محمد يصبح لا يعني زيادة لا وفضل لا قيمة له في وجود هذا الحشد الجميل. وأعتقد من حقكم أيضا أن أفتح المجال لمن يريد أن يستفسر أو يسأل إذا كان هناك أو مداخلة أو إضافة. تفضل دكتورة كافية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء لابد من تحية لهذا الأستاذ الذي ترك بصمة جميلة في الجزء المضيء من الذاكرة. كثيرون أولئك الذين يمرون في حياتك ولكنهم سرعان ما يغادرون الذاكرة، وهناك من يحفر أثرا باقيا ولكنه جميلا ومشعا ومبهجا ودائما. هذا هو الأستاذ محمد حسن عبد الله. منذ تلك الأيام الخوالي من عام مش قوي، مش بعيدة قوي. وما زلت إلى هذه اللحظة معكم نستمتع بهذا الكلام البسيط والعميق في آن. هذا الشخص تحتفي به المكتبة، احتفي به على المستوى الشخصي، ثم لابد من أن أنقل له تحية وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح، وزير الإعلام، وزير الشباب، ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفن والآداب، الذي رحب بشكل سريع وحاسم في استضافة الدكتور وفي طباعة أيضا الكشاف. وأحب أن أذكر في هذه الأمسية الجميلة أن فكرة إعادة طباعة الكتب ذات القيمة الفنية والأدبية ستكون يعني من ضمن خطة المكتبة، وبالتالي هذه هي بداية ولكن ستتبعها كثير، لأن أنا أعرف أن هنالك من علق على ذلك
أحب أن أطمن أن هذه المكتبة تسعى أن تكون منارة فعلا للتنوير والتبصير، فبالتالي لابد من أن نبحث حتى في الأشياء التي أشار إليها الدكتور محمد حسن عبد الله، والأشياء التي ربما تكون خافية حتى على القارئ العادي، لأن مثلا هنالك مسرحيات يتيمة لخالد سعود الزيد، أو يعني بعض الأشياء التي ربما لم يسمع عنها إلا يعني الخلص من المثقفين. فبالتالي هذه المكتبة تسعى أن تكون فعلا منارة للتبصير والتنوير، وبنفس الوقت تحاول تحرص يعني في خلال ذكرى عوض دوخي أحب بس أني أبين أيضا ليست فقط الكتب، ستحرص على أنها تحتفظ بالتراث الفكري كاملا من موسيقى من فنون تشكيلية وما إلى ذلك، لأن المكتبة الحديثة لم تعد مجرد مكتبة ورقية. أنا بس حبيت أن أنا أرحب يعني في الأستاذ دكتور محمد حسن عبد الله، ومبين أن أيضا سيكون لفائدة أخرى في دورة تدريبية، يعني إحنا ندعو المهتمين اللي يحبون يحضرونها، هي في الحقيقة لموظفي المكتبة ولمن يحب من رابطة الأدباء تحديدا. أنا أتمنى شخصيا أن يكون لي مقعد في جميع محاضراته. أحييكم في بيتكم في داركم، وأشكرك دكتور، أشكرك لهذه الأمسية الجميلة حقيقة يعني، وأهلا وسهلا فيك، والله يعطيك طولة العمر والصحة والعافية. وبالتالي يعني الواحد عاد بيتكسف يقول سيدي سبحان ربك كريم، يعني ما احنا يعني قراب من بعض، يعني انت كنت صغير السن وانت تدرس، انا اعرف هذا تماما. حياك الله وفي بيتك عواجز الكلية ما تخافيش. شكرا دكتورة كافية. سبو منقض تفضل، كنت طلبت الكلمة. أحيي أستاذنا الدكتور محمد حسن عبد الله، وأشكره على هالكلمات اللي تمتعنا فيها، أسلوب والفكه الظريف اللي دائما يوصلنا المعلومة بشكل لطيف. وصحيح أن في كثير من الأشياء كما بين يعني إحنا على صلة بها، لكن طريقة تقديم لها كانت تنبه إلى مسائل يمكن كنا غافلين عنها. أحيي المكتبة الوطنية، أحيي بداية دورها اللي أتطلع لها باحترام، أحيي الدكتورة كافية رمضان لاهتمامها، أحيي الدكتور حسين الأنصاري ومن قبلهم وبعدهم أحيي وزير الإعلام الشيخ سلمان، وأتمنى أن يستمر هذا التقليد وأن يتطور إلى أكثر، وأن يكون الموسم الثقافي للمكتبة موسم دسم وموسم معلن من بداية الموسم، يكون موسم مخطط له ومعلن، حتى إحنا اللي شغوفين بالثقافة ونحبها نستطيع أن نحشد للمكتبة أنصار كثيرين يستفيدون من هذا الموسم إن شاء الله. أشكر، أكرر الشكر لأستاذنا الدكتور محمد حسن عبد الله على هذه الأمسية اللطيفة، وأحيي المكتبة وأتمنى لها التوفيق. شكرا. شكرا أستاذ إبراهيم. الحقيقة طبعا احنا سعدنا بكلام الدكتور محمد. طبعا هنا حب بس اذكر انه في اثناء الغزو الغاشم كان الدكتور محمد من الذين حملوا اللواء وصدر الكتاب بتاع الكويت والتنمية الثقافية العربية والتنمية الثقافية من القاهرة، وده كانت رسالة واضحة ان الكويت بجميع مؤسساتها هي دولة قائمة. دي القضية الأولى اللي حبيت بس أذكر بها الدكتور. القضية الثانية، لما نيجي نتكلم على دور الكويت الثقافي بالنسبة للمحيط العربي، هو جزء من دور أساسي أو في المزاج العام أو في الكويت كدولة منذ البدايات، وهي تتبنى دور رئيسي في التنمية بشكل عام سواء كانت الاقتصادية أو الثقافية. الجزء المساهمة جزء أساسي في التنمية الثقافية سواء في إصدار المطبوعات أو في بناء المؤسسات الثقافية. القضية الأخيرة
هي قضية الخطة الشاملة للثقافة العربية. برضو نحب نذكر انه من حوالي 3 أو 4 سنين المجلس الوطني دعا مجموعة من المثقفين العرب، واعتقد كان فيهم الدكتور جابر عصفور، وعملوا قراءة جديدة وتحديث للخطة الشاملة للثقافة العربية بالضبط بما يتناسب مع تطورات العصر. ودي قضية مهمة، يعني بجانب ان احنا نطل على القديم نطل على التحديث. النقطة الأخيرة، لابد ان نذكر انه الموسم الثقافي في الخمسينات كان احد العلامات البارزة اللي كان بتتم في الموسم الثقافي بتعمله دائرة المعارف، انه من العلامات البارزة على دور الكويت الثقافي في الخمسينات قبل ان تصبح قبل ان تستقل. وكان لو احنا استعرضنا عناوين المحاضرات او اسماء الشخصيات اللي كانت حاضرة، كان واضح ان الكويت فعلا في دماغها انها تلعب دور متميز في الثقافة العربية. شكرا دكتور. شكرا دكتور محمد على العرض الجيد. وذكرتني دكتور وانت تتكلم عن رسالة الكويت الثقافية، لما الجامعة بعثتك في اذا ما ادخل الذاكرة سنة 1980 او 81 الى السودان. هناك لما طلع واحد سوداني وقال ليش، قال وجه السؤال لك وقال لك يا دكتور قول حق المسؤولين الكويتيين ها يزيدون من كمية عالم المعرفة، عالم المعرفة من كانت في بداية 30,000 يرفع السعر ويكثر. قال يعني وبعد ذلك انت جيت وقلت حق المسؤولين ورفعوه الى 50. بهذه المناسبة انا كنت في 86 كنت مشارك في معرض الكويت، معرض تابع للمجلس الوطني. والله يعني الدكتور في يعني يمكن نص ساعة عالم المعرفة نفذت، والتراث ايضا كتب التراثية المحققة ايضا يعني خلال ساعة نفذت كلها. فهذه دلنا، وانا صراحة يعني يجب اولادنا يعرفون هذه الرسالة يعني قبل ان يعرفها اخواننا العرب. يعني اخوان في ذكرت كتاب دكتور خليفة لما ألف الكتاب عن الثقافة في الكويت كان هدفه انه يرد على بعض المثقفين العرب، انه لما قالوا ان الكويت ليس يعني لم لا تكن لها اسهامات ثقافية الا بعد ما اكتشفوا النفط، انما لا اكد الدكتور خليفة على هذا يعني وجاب كثير من الاشياء اللي هي بما فيها. يعني لما اذكر ان مثلا لو يبنى على طريق الذاكرة مثلا مساعد العازمي اللي راح في 1882 لدراسة العلوم الشرعية والدينية تعلم هناك شون بالنسبة حق التطعيم، كان تطعيم الجدري يعني. فالكويت احنا عيالنا لازم يعرفون ان الكويت بمطبوعاتها القليلة يعني بالسعر، سواء حتى العربي الآن كم 350,000 نسخة تطبع العربي. فيعني حنا ولله والحمد يعني عيالنا لازم، ولذلك مثل ما تفضلت لازم يكون هناك سواء المكتبة سواء أيضا المجلس الوطني للثقافة والفنون، يعني لازم يبينون لأولادنا شلون دور الكويت الثقافي وكيف يعني استطاعت هذه المطبوعات على المعرفة من المسرح العالمي عالم الفكر هذه واللي كلها أسعارها قليلة. وشكرا. شكرا سعد العزيز. تسمح لي تعليق صغير؟ أعطيك التعليق. تفضل سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرى حقيقة سعيد بتواجد أستاذ كبير مثل الدكتور محمد حسن عبد الله والاستمتاع في محاضرته الشيقة. ثانيا أشكر الأخوان في مكتبة الكويت الوطنية وعلى رأسهم الدكتور حسين الأنصاري على إقامة مثل هذه الفعاليات الجميلة حقيقة والثرية التي تعتني في الثقافة بالكويت. ودكتور انت تطرقت إلى موضوع إعادة طباعة
الكتب الكويتية القديمة القيمة. وهذه حقيقة يعني نقطة جميلة جدا. وفي رابط الأدباء نحن نقوم حاليا على إعادة طباعة كتاب حضرتك الحركة الأدبية. كتاب جميل جدا وقيم، والأسف أنه نافذ مش موجود، وهو مرجع هام في مكتبتنا، وتم مراسلة الزملاء في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، والأخوة المشكورين وافقوا على دعمنا في طباعة هذا الكتاب. وأتمنى أن أجلس معك إن شاء الله دكتور بعملية التنسيق لإحياء هذا الكتاب القيم والهام في تاريخ الكويت الثقافي. وشكرا دكتور. شكرا أستاذ طلال. تفضل في الصفوف الخلفية. مساكم الله بالخير. سامي الرميان. أنا عندي الحقيقة بس ملاحظتين أو تعليقين. أشكر الدكتور محمد الحقيقة على المحاضرة القيمة اللي أعطتنا فرشة تاريخية ممتازة عن عطاء الكويت الثقافي سواء محليا أو إقليميا أو دوليا. هذا العطاء الحقيقة أنا أعتقد أنه حفظه وإعادة تقديمه للعالم، وخاصة مثل ما تفضل الدكتور لأبنائنا والجيل الشباب جدا مهم. لكن أضيف أيضا أن المحاضرات والندوات الثقافية ليست كافية. نحن الآن في عصر مختلف تماما عن العصر الذي قدمت فيه الكويت وساهمت ثقافيا قبل 50 سنة أو أكثر أو أقل. لو نظرنا الآن إلى القاعة، واسمحوا لي على هذه الكلمة، معظم الموجودين ربما لديهم جزء كبير من المعلومات التي تفضل فيها الدكتور اليوم عن أداء الكويت الثقافي، لكن ماذا عن الشباب اللي ما حضروا الآن ولا يحضرون ولا يقرؤون؟ نحتاج أن نقدم لهم مثل ما تفضل الدكتور لشعر أحمد شوقي، يجب أن نصون الكويت وأدائها الثقافي وتاريخ الثقافي. يجب أن نقدم لأبنائنا ذلك، يجب أن نعرف أبنائنا على ذلك. هذا التعريف وهذا التقديم يحتاج الحقيقة جهود جديدة، يحتاج إلى مبادرات من نوع مختلف، يحتاج إلى أنشطة من نوع مختلف حتى نقدم هذا العطاء ونستمر. الكويت مستمرة في هذا العطاء الثقافي، ليس فقط التاريخ السابق، الكويت لازالت تقدم، ونحن الآن في صرح يعني معماري وثقافي كبير جدا. المكتبة الوطنية، الكويت مستمرة في هذا العطاء. أعتقد نحتاج أن نضيف ونحسن من هذه الخدمات لجيل الشباب الحالي بما يخدم تطلعاته وبما يخدم نوعية الحياة التي يعيشونها. النقطة الثانية، أنا مستشار إعلامي في مؤسسة إنتاج البرامج المشترك، وسعيد جدا أن ذكر الآن من ضمن الخدمات أو من ضمن الأنشطة التي ساهمت فيها الكويت هو افتح يا سمسم. وربما هنا مهم أن أضيف هذا التعليق. افتح يا سمسم هو مثل ما تعرفون طبيعي هو لشركة أمريكية، الكويت من خلال مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك تعاقدت معهم وأحضرت هذا العمل من خلال مبادرة الحقيقة السابقة لزمنها. احنا نتكلم عن مبادرة تمت في سنة 76، حتى قبل مجلس التعاون. يعني مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك أنشئت بمبادرة كويتية قبل مجلس التعاون، وأول عمل لها أنشئت لأجل إنتاج افتح يا سمسم، لأن مجمل الدول مجلس التعاون في ذلك الوقت ما كان عندهم استطاعة أن ينتجون هذا العمل كل دولة لوحدها. من المهم الآن أن نعرف أن مشروع افتح يا سمسم تطور وكبر، ما عاد مجرد برنامج تلفزيوني، وإنما هو برنامج تلفزيوني وفيه أنشطة تفاعلية على الإنترنت وأنشطة تفاعلية على شكل مسرح ومتشعب جدا. هذا المشروع الآن تحتضنه أبوظبي. طبعا أبوظبي الآن وبقية دول مجلس التعاون كالكويت لديها مبادرات ولديها حرص ولديها اهتمام.
لمثل هذه الأنشطة النوعية ولمثل هذه الفعاليات النوعية مهم جدا من خلال هذا المكان اللي احنا فيه ومن خلال المجلس الوطني أن نستمر في هذا العطاء ونستمر في هذه المبادرات. ويعطيكم العافية. شكرا. شكرا جزيلا. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تقديم طبعا الشكر للمكتبة الكويت الوطنية على رأسها دكتور حسين الأنصاري والدكتور محمد اللي أمتعنا فعلا بهذه المحاضرة القيمة. دكتور محمد أشار إلى ضرورة وأهمية إعادة طباعة بعض الكتب الهامة، وده يعني شيء معروف وبيحصل في كتير من الدول وفي حالات كتير. الشيء اللي الواحد يعني وده كمان يشوفه الحقيقة أنه لا يقتصر مسألة إعادة الإصدار على الشكل المطبوع التقليدي، لأنه في شرائح كتير من ويمكن دي اللي بتهمنا أكتر، يمكن الشرائح اللي ما زالت بتقرأ يمكن هي أوريدي قرأت هذه الكتب، ولكن يمكن أعتقد أنه اللي ودنا نوصل له أكتر هي شرائح الشباب اللي لم تقرأ هذه الأعمال. وأعتقد أن يعني كلنا متفقين على أن معظمهم لم يعد يقرأ الكتاب، وبالتالي بدل ما ننظر إلى المصادر الإلكترونية زي الإنترنت ويعني والمصادر الإلكترونية الأخرى على أنها منافس، أعتقد أنه من الذكاء اعتبرها أصدقاء، بمعنى أن أنا أستغل مثلا على سبيل المثال الكمبيوترات اللوحية الآيباد إلى آخره في إصدار كتب إلكترونية أقدر أن أنا أنزلها، طلب يعني لا أقتصر بس في إصداري لي الكتب أو حتى أي سائر المطبوعات على الشكل المطبوع التقليدي، أصدر أيضا أشكال أخرى إلكترونية يمكن عمل داونلود ليها من الماركت أو من الإنترنت أو بأي طريقة. أعتقد بهذه الطريقة من الممكن أنه يبقى فيه انتشار أكبر ووصول لشرائح لا يمكن الوصول ليها إلا من خلال هذه النوعية من الإصدارات، أملا في أنه نقدر نوصل لهذه النوعية من الشرائح. شكرا جزيلا. شكرا. لا أدري إذا كان هناك أحد يعني دكتور حسين أتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم ومساكم الله بالخير. للتعليقات حتى نعود. رحب عدة مرات بأستاذنا أستاذ الدكتور محمد حسن عبد الله على الطرح الشيق، وإذا يعني ذكريات وأنا حضرت أتذكر يمكن احتفالية 30 سنة على إنشاء جامعة الكويت، وكان مجموعة من الذكريات ومن بينهم الدكتور سليمان يمكن اللي هو ألقى كلمة في ذاك اليوم، ولكن تمتعت وأنا يعني إنسان أعمل بالتوثيق، وجمعنا أتذكر في يومها كنا أعمل في إدارة المكتبات وحاولنا نجمع أكثر عدد من الوثائق والصور اللي بالمناسبة هذه، لكن أتحفتنا الليلة في ذكريات ما قبل إنشاء جامعة الكويت، وهي يمكن أعتقد تحتاج إلى تجميع المزيد من المعلومات، لأن الأشخاص اللي فكروا وخططوا للعمل هذا سبق ذلك بسنوات عديدة. أنا أحب أطمنكم، أنا فقط أحب أرحب بس أحب أطمنكم يمكن ما قال الأخ محمد أن إحنا إعادة الطباعة عطينا الكتب في أكثر من شكل ونموذج، لأن مؤمنين في مكتبة الكويت المطنية أن دورها الثقافي يمتد أكبر وأكبر من تكون مكتبة تقليدية، سواء في محتوياتها. يمكن لأستاذتنا الدكتورة كافية رمضان دائما تصر على النظر للجانب الآخر، إذا كان في صور، إذا كان في وثائق، إذا كان في لوحات فنية، وهي تعبر عن يمكن محتويات وكنوز كويتية ممكن يعني التعلم منها. أنا فقط يعني أحب أطمنكم أن احنا بوجود أيضا المجلس الاستشاري للمكتبة اللي هو المطبخ والعقل المفكر للمكتبة، وبوجود يعني أساتذة كبار في أن إن شاء الله بالطريق السليم، وإحنا ما يعني نرجع إلى عفوا يعني المحاضرات. أنا عندي الكثير من الأفكار يعني استمتعت في أيضا ردود الموجودين، ولكن أحب أؤكد أن إحنا أيضا بالإضافة إلى ما ذكر مهتمين بالطفل وترسيخ عادة القراءة للأطفال،
ومقبلين إن شاء الله على برامج عديدة للأطفال في مكتبة الكويت الوطنية، نحاول نفعلها وإذا نغرس اللبنة الأولى بالتعاون مع زملائنا. أيضا عندي ملاحظة على الكتب الإلكترونية، يمكن تكون نظرة شخصية أن الكتاب العادي أصبح اليوم أيضا يعني واحد يقرأ ويفهم منه بحاسته واحدة، لكن الكتاب الإلكتروني أيضا راح يعطينا تفاعلية أكبر مع الجمهور الشباب اللي ذكر الأخ مستشار الإعلامي، فإنه يعني يعطيه تفاعل إنه ممكن واحد يقرأ الكتاب ويتبادل وجهات النظر وتفعل، وابتدي الإنسان والقارئ العربي يفكر بدل ما يكون متلقي وفقط قارئ، يمكن في حالة سالبة أحيانا تكون، ولكن ممكن تفعيله من ناحية إنه يكون في ردة فعل وأراء مختلفة، ولنا برامج كثيرة إن شاء الله راح تكون. وأيضا في نفس الإطار لأن نتعاون مع مكتبة الملك عبد العزيز في السعودية، وأنا أطمنكم أن هناك مشروع كبير جدا جدا لمكتبة رقمية عربية سترى النور إن شاء الله قريبا في هذا الاتجاه. فهذه يعني فقط شكرا جزيلا وحياك الله بين أهلك وأحبابك في الكويت. شكرا. متداخل أخير سنختم. تفضل. السؤال لو تكرمت اللي هو دور المكتبة بالنسبة للطفل يعني هذا العام المخطط. الشيء الثاني اللي هو احنا بنتمنى انها تكون المكتبة حاوية لكل يعني في مجموعات شبابية كتير في الكويت ما شاء الله الحين كل واحد مسمى باسم اشي بالقصة اشي بالقصة القصيرة بالادب في شغلات كتير، انها تكون المكتبة مرجعية لهم يعني يقدروا يستفيدوا من الاماكن الموجودة في المكتبة بامكانياتها بدل ما يروحوا مثلا كثير منهم بيروح على ستاربكس او غيره مثلا. فما بعرف. شكرا. شكرا. احنا في تفضلي في احد تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حوراء من نادي المعلوماتي بجامعة الكويت. حبيت دكتورنا الفاضل تكلم عن تدوير الثقافة، فحبيت أسأل هني شنو دور الشباب في تدوير الثقافة وكيف ممكن تمكين الشباب في تدوير الثقافة من وجهة نظرك ومن وجهة نظر الأساتذة الحضور. شكرا. جميل. شكرا الدكتور محمد. يعني أرجو أن توجز لأن إذا أنا وأنت تكلمنا أعتقد يعني مش هينتهي عن الصحر. تفضل. طبعا بدون مقاطعة يعني بعض الملاحظات ذكرت كتوجيه للمحكمة للمكتبة، أعتقد أن الدكتورة كافية والدكتور حسين استمعوا الملاحظات فهي موجهة لهم أكثر ما هي موجهة للدكتور محمد. ده الحقيقة أنا سعدت بأولا بمستوى التفاعل إن حركت أشجان كثيرة ورغبات كثيرة للكلام، وأنا خايف من حكاية إطباع الكتب اللي فاتت لأنني أول المستفيدين، فيعني جوحة حيقعد يفتي لغاية ما الكرة تقع في حجره وياخدها ويطلع جاري يعني كده يبقى شكلي مش تمام يعني. لكن فعلا أنا مؤمن بأن أولا يعني دايما فكرتين بشتغل عليهم، فكرة أن الأدب والفكر ليس مسؤولية الصف الأول فقط، بل ممكن يكون فيه ناس نصف مشاهير كشعراء أو نصف مشاهير كأدباء أو مفكرين ويكونوا ذوي أثر أقوى من الصف الأول، وحتى لو ما هماش أقوى من حقهم أن يوجدوا لأن لازم الهيكل يستكمل، وإن الثقافة ما كانتش شيئا رفيعا فوق الناس وليس له صف آخر، لا كل الصفوف مشغولة. دي حتة مهمة برضو بالنسبة لطبع الكتب ومستوياتها يعني كده. لكن الجانب المسعد هو اتساع التعليقات والفرح بما أثير من قضايا، وده يكفي لأن أكون مغتبط بأن أنا قلت كلام قدر يعني يستثير الأفكار. وبعض الأساتذة أضافوا لنا إضافات حقيقية وكتر خيرهم، الجميع أضاف في الحقيقة ما فيش أسئلة، حتى سؤال كيف يمكن أن تصل الثقافة عبر التدوير مسؤولية الشباب في تعليم الأطفال من خلال النشاط الوطني القومي أو الوطني في الجمعيات نفسها، يبقى فيه دايما فكرة لوجود صبيان أو أطفال في هذه الأندية كمنتسبين لغاية ما يبقوا أعضاء كاملين، يبقى دي برضو مهمة جدا. وممكن يتعمل صحافة حائط نشطة بتتغير، مش بنعلق جورنال أو بنعلق يافطة،
لافتة في الفصل الدراسي أو في مدخل الكوريدور يفضل 6 أشهر مثلا. دي برضو عاوزة إعادة نظر. حكاية الورق اللي اتكتب للمنظرة بس، ادي احنا حاطين مجلة حائط مثلا، لا، المفروض المجلة الحائط تكون متابعة مستمرة، بتجدد نفسها بتجدد نفسها. ففي وسائل، وزي ما قلت مثلا ممكن الإذاعة قبل أن نشرب 5 دقائق، لا يزال الراديو له سطوة. احنا متهيئين ان الحكاية كلها بقت تويتر وفيسبوك وكذا وكذا، صحيح، لكن الراديو هو صديق اللي راكب سيارة واللي في رحلة طويلة واللي بعيد عن المدينة وعن الأجهزة مثلا، والمكفوفين وضعاف السمع، كتير زباين الراديو. فلو اديناه دفعة، دي مش صيحة في واد، لا، صيحة في مكانها هتجيب نتيجة. وبعدين حلاوة الثقافة ان مردودها ليس بالضرورة ثقافي بالمعنى الشخصي، انه الكتاب يطلع منه كتاب، لا، ما مش كده، يطلع منه سلوك، يطلع منه وعي، يطلع منه موقف، يطلع منه نشاط، يطلع منه فكرة جديدة، يطلع منه شخصية ممتازة، وهكذا. يعني كده الكتاب الحركة الأدبية والفكرية في الكويت انا ما عنديش منه نسخة حقيقة، مع ان انا ببقى حريص على ان يبقى من كل كتاب لي على الاقل نسخة، على الاقل. ده فلتت ازاي اخر نسخه؟ ما اعرفش، يظهر حد من زباين الصالون، انا بعمل صالون ثقافي في بيتنا، وبيبقى الجمعه الاخيره في الشهر في يعني من 30 الى 40 واحد قاعدين في الصالون، يظهر واحد في الصالون اتعشم فيها ونسي يقول لي، او استعاره واستضعف ذاكرتي بدل ما قلت لهش هاته، وده بيحصل كتير على كل حال كده. فما عنديش نسخة، والدكتور سليمان وهو في مصر وعدني ان احنا نديله نسخة. ما عنديش، لا، ما عنديش، والله ما عندي نسخة. انا عندي نسخة، وما كانش ايامنا سي دي ولا حاجة، كنا بنطبع الرونيو ونسحب. انا عندي نسخة عند الاستاذ عبد الله الصانع اللي كان ناظر مدرسة ثانوية في حوالي. انا عندي الرينو، عندي الطبعة المجلدة اللي قبل الطبع. طب زي بعض، تصدق علي ان الله ينزل. هذه عندي موجوده اللي هي قبل الطب. لا عندي. النهارده جبت من البابطين نسختين من كتابي عن طوقان، ابراهيم طوقان، و شعراء الجزيره العربيه وما قالوه في الجزائر. دول كتابين انا عملتهم من حساب البابطين بتكليف منه يعني، وبرضه بيروحوا فين؟ انا ما اعرفش. بقيت ملطشة يا اخوان. وعمل كتب فين ما كانش، بس قالوا لي ان طوقان منه في المؤسسة 450 نسخة، كويس، ده باير يعني كويس. انما التاني بتاع الجزائر ولا نسخة، قال لي ده خلص من المخزن، كونهم جايبين لك نسخة مجلدة التجليد القوي ده يعني معناها العاديين خلصوا، وبيبقى المجلد ده كمية بسيطة للإهداءات، فنطبعه السنة الجاية. قلت له الحقني وحياتك، يعني قبل أن يصير المؤلف قال رحمه الله تعالى. الله أشكركم على كل حال، ويعني اللي عاوز يهديني من حاجة أنا مستعد والله العظيم، بقبل الهدايا من سندويتش وانت طالع. شكرا للدكتور. وانا قاعد مدة طويلة عشان سندويتش. لا، اطمئن. في يعني أولا في الختام أحب يعني في نقاط معينة أو إشارات مهمة جدا أحب أن توقف عندها، ونحن نختم هذه الجلسة المباركة إن شاء الله. أولا، أول نقطة، احنا يعني الهدف الواضح، الجرعة الأساسية من هذه المحاضرة هو تبيان ليس النشاط الثقافي الكويتي، لكن تبيان توجه وفلسفة النشاط. يعني النشاط كل الدول تعمل أنشطة، لكن لماذا النشاط السابق حقق نجاحا؟ هل لحياديته، لعموميته، لعلميته، لأي شيء؟ هذه الفكرة وهذا المنهج هو الذي ينقل إلى الجيل القادم ليقدمه بوسائله، ليس بالضرورة بنفس وسائل السابقة، لكن المهم أن يكون الهدف، يعني هناك هدف مخابراتي، هناك هدف دعائي، هناك الهدف الذي وضعته الثقافة الكويتية هدف وضحت ملامحه من كلام الدكتور محمد حسن. هذا الهدف هو الذي ينقل إلى الجيل القادم حتى
يقدم الثقافة. النقطة الثانية أحب هذا الهدف عفوا عروبي إنساني، عروبي إنساني، عروبي إنساني ولازم تتنزل وعلمي وعلمي عروبي إنساني. طبعا أحب أبين لكم أن دكتور محمد حسن نزق بطبعه يعني، ولذلك هو تكلم كثيرا، لكن أحب أن أشير نقطة الصدق في 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 عنده. دكتور محمد حسن لما جاء على عكس ما يقول هو، عندما جاء من القاهرة الكويت جاء مهزوما. لماذا مهزوما؟ باختياره، لأنه رشح لأن يكون معيدا في جامعة في كلية دار العلوم، لكن قالوا معيد في اللغويات، صلح لي إذا كنت أنا غلطان، فرفض في الوقت الذي كان الناس تتكالب، يعني كانت فرصة أن يكون معيد ويرسل إلى أوروبا للدراسة، قال لا يا أدب يا لا. فهذا يدل على أنه إنسان يعني فيه حس الفنان، لو كان فقط أكاديمي لا خلاص، لغة لغة، أدب أدب، أي تخصص مدام، لكنه فضل أن يضحي بكونه معيد وحمل شنطته المستعارة وجاء الكويتي باكياً. هذه واحدة. الثانية التي أقولها بحق الدكتور محمد حسن عبد الله، أقولها صادقاً لا مجاملة فيها، يقولون قديماً أن الباحثان اثنان، العالم كله متفق أن الباحثين اثنان، أما مع أرسطو أو ضد أرسطو، ولا يستطيع أن يخرج من أفقه أبداً، يا معه يا ضده، يعني أنت لا تقول أنا خارج قفة أرسطو، ولا أحد يكتب عن الكويت وأدب الكويت إلا مع الدكتور محمد حسن حمد الله أو ضد حسن محمد حسن، لكن لا يستطيع أن يخرج من عباءته، مضطر لا مختار، وهذا يعني واقع لا يستطيع أحد أن يعني يقول عنه غير ذلك، لأنه وضع أساس البدايات، بدايات علمية مدققة. فكل باحث يقول أما قال الدكتور محمد حسن ونحن نختلف معه أو نتفق معه، لكن يقول لا لا يذكره أتحدى. أمر أخير، الدكتور محمد لك دير تذكاري، هل تقبله؟ هنا؟ إذا كان مستخبي تحته شوية دنانير كويس. تفضل الدكتورة كافية والدكتور حسين. ربنا يكرمك. سعدني جدا. يا لا شيء يعني. ما تأخذنا صورة مع الدرع يا دكتور محمد. دكتور محمد دكتور تعال، دكتور محمد تعال هنا، تعال دكتور حسين، لان احنا خلينا ناخذ صوره مع الدكتور، تعال تفضل. هذا يعني تضرب له اكباد الابن عشان يصلح. يلا هذا بدل السندويتش كيف تعال، مفيش حاجه يبون يبون هنا خالص. تعال يا عم على نجمه اسرائيل اللي تحت. حياك قدام، تفضل تفضل. يلا 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 نصور كمان شوي. يلا يلا شكرا. بسمة سعيدة حقيقة، عشان اعتز بي والله، ويعني ربنا يطول عمر الجميع. آمين آمين. نحن ودي الصورة.